الإخوة، يدخل الآن إلى القاعة سلطان البلاد المعظم. ويجلس جلالته إلى المائدة الرئيسية في هذه القاعة تمهيدا لبدء هذا الاحتفال الكبير. أيها الإخوة، يتحدث الآن سلطان البلاد المعظم إلى الأمة. كلنا نعلم أهمية الاتصالات السريعة والمباشرة لدفع عجلة التقدم إلى الأمام، فمنذ الأزل والإنسان يطور اتصالاته، تارة باستخدام البرق وأخرى باستخدام البحر، وطورا باستخدام الهواء، وقد وصلنا اليوم إلى عهد الأقمار الصناعية استفادة بتطور العالم الذي نحن جزء لا يتجزأ منه، ومساهمة في حضارة كنا روادها ونحن اليوم بناتها. ويتجه الآن سلطان البلاد المعظم ليقص الشريط ويزيح الستار إذانا بافتتاح المحطة. نحن الآن في قاعة الاستقبال، حيث نلاحظ أول ما نلاحظ هذه الصورة الكريمة لجلالة السلطان المعظم. مساء الخير. مساء الخير سعادة السفير، كيف حالك؟ مساء الخير جلالة السلطان، الحمد لله، كيف حالكم؟ الحمد لله. هل تسمعني بوضوح تام؟ نعم سيدنا، أسمعكم بوضوح تام، ولي الشرف العظيم أن أتكلم معكم بمناسبة افتتاح هذه المحطة وهذا المشروع العظيم. حقيقة نحن يسعدنا كذلك أن نتحدث إليك من هنا محطة الأقمار الصناعية في عمان، وأنت في واشنطن، وحقيقة يعني يسرني كثير أن أرى صورتك على شاشة التلفزيون بوضوح، و ندعو الله تعالى لنا جميعا إن شاء الله بالتوفيق. أشكركم سيدنا. طيب في أمان الله. أشكركم سيد. في أمان الله سيدنا. في أمان. مع السلامة. في أمان الله.